كان كل تركيز ربنا انه عايز يوصل للنقطة دي عشان اوصلها للناس اللي عايزة تعرف ان في قانون وفي درجات كتيرة في بيت ابي منازل كتيرة ونجم عن نجم يمتاز في المجد. وايه هو اللي خلى النجم يمتاز عن النجم؟ اللي خلى كل شوية الانسان يرتفع عن التاني انه وضع نفسه اكتر حاجة. يعني حتى الانبا ما قرف رؤية بعد كده يعني قال لي ان ممكن انسان يعيش طول حياته صلب جسد، لكن صلب الجسد حاجة ووضع النفس حاجة تانية خالص. سهل جدا ان واحد ما يكرش طول حياته ويشرب مية بالمقارنة بوضع الذات. ان الانسان يقبل ما يبقاش لي كرامة زي أنا سمو. سهل جدا ان انا مش اكل عيش وملح، سهل جدا اشرب مية طول حياتي، لكن امشي والناس تتري عليا وتعريني، لا انا اشرب مية طول حياتي موافق. ان اكون عندي مكان ومرتاح فيه واطرد ظلم واسكت، لا صعبة. اللي هي وضع النفس يعني انا ماليش كرامة كده. في حاجتين، جسد صلب الجسد والصلب الذات، دي اكتر حاجات انا ما سمعتهاش في سير القديسين، ما اتقالت ليش بوضوح، لكن ده خلاصة اللي طلعت بيه. ان صلب الجسد ورهولنا ربنا في التاريخ، وربنا ورها لي في رؤى برضو، ان زي الانبا مقار والانبا انطونيوس كانوا عايشين حياة اماتة كاملة، لكن بعد سنين طويلة معرفش كام 50-70 سنة اللي اكتشف ان في طبيب في اسكندرية ما وصلهوش زي الانبا انطونيوس وسكافي، اللي شاف ان في امرأتين كانوا عايشين ما وصلهمش، اللي شاف بعد كده اسطورة ماكسيموس وديماديوس ازاي هم بيرفعوا ايديهم بيطلع نار من ايديهم، وثلاث سنين ما جوش حتى يعني سألوه عن حاجة في الطريق. القمة دي اللي هم كانوا سنهم 20-22 سنة ازاي؟ لان وضعوا نفسهم. صلب الجسد واحد ماشي لكن مش طيارة، مش صاروخ، الاثنين مع بعض، صلب جسد صلب جسد. لكن مستحيل واحد زي حياة المسيح. يعني حياة المسيح على الارض هو الطريق بس، اي حاجة تانية معايير بقى مختلفة ومراحل ودرجات. حياة المسيح ما شفناش ان هو وضع ذاته للنهاية كإنسان غير في الآخر، لانه صعب جدا، وده العبور للوصول بقى للصعود وبعد كده للامتلاء كل الملء وللكمال. فعشان اعبر المرحلة دي ان اقبل ظلم واقبل افتراء واقبل ان حد يعريني واقبل ان الم جسدي مع نفسي كامل وما افتحش بقي، ده لازم يكون قبليها 30 سنة نمو. يمكن قلناها كتير الحتة دي، ان الطريق مراحل وخطوات. انا عارف ان في البداية انا مفروض ادخل من الباب والله يكون حياتي وان اعيش ليه، هو دي البداية، ده الاساس. قبلت وقبلت الخطبة وقررت ان عايز كده وجبت الاواني وقعدت ألح عليه، ابتدى يحسسني يفتح ذهني يفتح عيني، ابتدى احس بيه، ابتدى احس ان هو حقيقة فعلا، ابتدى انمو في الاحساس ده لغاية كل شوية هو ليه وجود، هو حقيقي، هو اب، هو صديق. لكن لسه العبور اللي هو القيامة، اطلع من القبر وابقى العالم ده كأني عايش الملكوت. مرحلة القيامة يعني بعد الشر ناس مش عارفة الفرق بين القيامة والصعود، وفي أيام ودرجات، وللمسيح قام في اليوم الثالث، ودي من أسئلتي زمان، للمسيح قام في اليوم الثالث كانت الإجابة، لأنه لو قام في الرابع هتسأل ليه قام في الرابع؟ لا طبعا، الإجابة المسيح قال لي لأن في ثلاث مراحل لازم تعدي عليها: النور، قال الله ليكن نور، الجلد، الجهاد، أنك تنتقل من طبيعة مادية منجذبة للعالم لطبيعة تنجذب ليها بالتدريج، وفي الآخر خلص القيامة هو أن العالم يموت في حياتك، إحساسك بالعالم يموت. القيامة يعني واحد عايش في السماء وكأنه فعلا راح السماء. القيامة واحد مات، الدهش في الأباء، الدهش بالضبط، مش حاسس باللي حواليه. القيامة يعني واحد مات، مات فعلا، كأنه واحد مات، مات فعلا بالجسد. أتمنى النقطة دي توصل. وفعلا قام يعني كأنه بقي في السماء وبنفس الكيفية اللي بتسميها الكنيسة القبطية سواح، يعني فعلا خلاص، يعني ممكن يبقى هنا يبقى هناك، لأنه ابتدى يتحد حقيقي، ما هو مات وكأنه في السماء وبقي حتة وعضو في المسيح بجد وغصن في قرمته بجد، فحيث المسيح هنا أو هنا أو هنا هو معاه، هو فيه بدرجات بدرجات. ففي ناس حصل لهم قيامة، فالمسيح قال عشان تحصل لكم بقى المرحلة القيامة دي
لازم تعبر حكاية إماتة الذات، ودي اللي صعبة قوي، فمحتاجة قامة فترة طويلة وفهم واستنارة وتغيير.